اهلا بكم يقال ان السياسه لها ماربها وان الحروب والازمات تصطنع لتحقيق غايات غالبا ما لا تبدو امام الاعين ولا تعلن على الملا ويقال انها تتفاوت بينما يبدو استردادا لحقوق او انصافا لشعب مظلوم على يد شعب اخر او انقاذا لاناس من المجاعه او الاباده او غير ذلك لكن الاهداف قد تصب كلها في نهايه المطاف في مكان واحد هو تحقيق التفوق وضمان التحكم والسيطره. هذا ما يؤمن به البروفيسور جون لوكلاند الاستاذ المحاضر في التاريخ والعلوم السياسيه ورئيس المنبر العالمي للديمقراطيه الذي سيكون ضيفنا في حلقه هذا اليوم من برنامج مواجهه وسنساله في كل ما يتعلق بتلك القضايا. دكتور لوكلاند مرحبا بك معنا في حلقه مواجهه لهذا الاسبوع، انت لك اراء يعني ربما اقل ما يقال عنها انها مثيره للجدل فيما يتعلق بالحرب الروسيه الدائره اليوم في اوكرانيا. الان الحرب تدخل شهرها السادس الكثير من مناطق البلاد تحولت الى انقاض، لا نعرف تحديدا اعداد الضحايا وكل هذه الامور. روسيا ما زالت ماضيه على ما يبدو للسيطره على بعض المناطق في شرق البلاد. والرئيس بوتين اعلنها اكثر من مره هو يريد تحقيق الاهداف من وراء هذه العمليه بدايه الى اين تسير هذه الحرب والى متى تتوقع ان تستمر من المستحيل القول إلى متى ستلوم هذه الحرب كما من المستحيل الإجابة على السؤال الخاص بأهداف الحرب أهداف الحرب تطورت الحرب اندلعت في فبراير لاستباق ما كان يعتقد الروس أنه كان هجوما وشيكا على الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا ولكن أهداف الحرب تطورت وتذكرون كما يتذكر مشاهدوكم بأنه في الأسابيع والأيام الأولى من الحرب كان الأوكرانيون يتفاوضون ثم تم وقف تلك المفاوضات بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وفي ذلك الوقت تغير هدف روسيا من الحرب، واليوم اذا نظرنا الى الخارطه، وليس لدي معلومات رسميه، ولكن يبدو ان هدف روسيا اليوم هو قطع اوكرانيا تماما عن البحر الاسود وخنق ما تبقى من البلد. كم سيدوم ذلك؟ من الصعب الاجابه. التقدم الروسي بطيء، وهذه ليست مثل الغزو الامريكي للعراق، انها ليست تسويه البلد بالأرض عبر القصف ثم التوغل المسار الروسي يتمثل بدخول القرية تلو القرية والمدينة تلو المدينة وأعتقد أن الوقت يصب في صالح الروس أي أن الوقت لا يهمهم ولا أعرف إلى متى ستدوم هذه الحرب جيد سأعود لأسألك بعد قليل عن أهداف هذه الحرب لأن الأهداف كما سمعناها في عدد من المرات تفاوتت بين بين التصريح والآخر ولكن قبل ذلك أنت ترى أن الغرب واوروبا تحديدا ارتكبوا خطا فادحا في اخذ هذه المواقف في فرض العقوبات تحديدا على روسيا دعنا نستمع الى مقطع من محاضره لك قبل حوالي ثلاثه اسابيع في امستردام حول هذه النقطه ثم اعود لاسالك عن هذا الموضوع كيف يمكن التفكير في وضع حش فعلا حيث نغرق فيه في الديون وأسعار الطاقة تتضاعف بشكل كبير إنه ببساطة انتحار يقولون أوروبا أطلقت النار على قدمها لكن الحقيقة أنها أطلقت النار على رأسها دكتور لوكلاند تصف المواقف الغربية المواقف الأوروبية تحديدا بأنها انتحار أوروبا أطلقت النار على رأسها وليس فقط على قدمها ما الذي كنت تتوقع أن يفعل الغرب عندما يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يغزو دولة ذات سيادة هل كنت تتوقع ان يبقى الغرب متفرجا على على هذه المساله حسنا الغرب وأوروبا خصوصا لعبت دورا معتبرا في بداية هذا النزاع النزاع لم يبدأ في الرابع والعشرين من فبراير 2022 لقد بدأ قبل ثماني سنوات على الأقل بثورة ميدان في 2014 والتي سندها الأمريكيون والأوروبيون بقوة الثورة التي أسقطت نيرانها رئيسا شرعيا ومنتخبا ومعترفا به في الاعوام اللاحقه وضع الاوروبيون انفسهم وخاصه الفرنسيين والالمان في موضع العرابين لما عرف باتفاقيات مينسك وتلك الاتفاقيات تطلبت من اوكرانيا اعطاء حكم ذاتي لتلك المناطق الانفصاليه ليس انفصالها ولكن اعطاءها حكما ذاتيا وفرنسا والمانيا ما طلت الى ان نفض صبر روسيا إذا إذا سألتني ماذا كان ينبغي على الأوروبيين أن يفعلوا جوابه أنه كان ينبغي عليهم تجنب النزاع وتجنب هذا الوضع الذي أدى إلى الحرب وذلك عبر احترام الوثيقة التي هم بأنفسهم أطراف فيها وكان ينبغي أن يضغطوا هناك سابقة هناك سابقة في 2014 الرئيس بوتين ضم شبه جزيرة القرم الغرب اعتبر انه ارتكب خطا او خطيئه في ذلك الوقت بهذا الموقف المتساهل لم يكن يريد ان يكرر الخطا ذاته وبالتالي من هنا جاء رد الفعل الغربي والاوروبي على, على الغزو الروسي لاوكرانيا ولكن ردة فعلهم بشأن القرن في 2014 كانت بفرض العقوبات وردة فعلهم على غزو 2022 كانت بفرض العقوبات لم تكن فعالة في 2014 ولن تكون كذلك في 2022 في سؤالك الأول سألتني عن أهداف حرب روسيا في أوكرانيا هذه حرب بين روسيا والغرب حرب بين روسيا والناتو حرب بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا هي المسرح وأوروبا أحد اللاعبين فيها. وبالنظر الى فشل العقوبات في 2014 فانا مقتنع وهنا كما نرى ينبغي ان اشير الى ايران التي فرضت عليها عقوبات لجيل كامل ورغم ذلك فانها في طريقها لتصبح قوه نوويه وهي تخرج من العزله الدوليه العقوبات ليست فعاله ليس فقط في فشلها في دفع الروس لتغيير سلوكهم ولكنها تضر الاقتصاد الاوروبي اكثر من اضرارها بالاقتصاد الروسي المنظور على المستوى القصير ولكن الغرب يقول على المدى الطويل روسيا لا شك ستشعر بآثار هذه العقوبات لا اوافق هذا الراي العقوبات قوت الاقتصاد الروسي لان سعر الغاز والنفط ارتفع بسبب الشكوك العقوبات الاولى كانت باغلاق انابيب غاز نورد ستريم اثنين وذلك خفض بشكل كبير تدفق الغاز الى اوروبا واثار ذلك فوضى كبيره في الاسواق وذلك عنى ان روسيا تتلقى الان من اوروبا مليار دولار يوميا من بيعها للمحروقات مع انخفاض كبير في الصادرات الاوروبيه فحجم الصادرات انخفض وحصلت روسيا على اموال. انا لا ارى سببا لمعاناه روسيا من العقوبات بل بالعكس الاقتصاد الاوروبي يعاني لأن كما يعلم الجميع الطاقة وخاصة في هذه المنطقة حيوية جدا للاقتصاد، الاقتصاد يساوي الطاقة زائد العمل، وإذا ارتفع سعر الطاقة بست مرات في عام وهذا ما حدث ففي يوليو 2021 سعر الغاز كان يعادل سدس سعره اليوم، إذا من الواضح أن من يعاني هو أوروبا وليس روسيا، وأجد أن الطريقة المتبعة لشن هذه الحرب، هذه الطريقة الهجينة، هذه الطريقة الافتراضية من خلال الحرب الاقتصادية، هذه طريقة خطيرة للغاية لأن التاريخ بين أن العقوبات ليست فعالة، وثانياً وربما هذا أهم إذا كنت في حملة عسكرية وحاولت السيطرة على مدينة وحاولت تحقيق هدف عسكري وفشلت فإن عليك أن تحاول مرة أخرى بالسيطرة على جسر آخر أو مدينة أخرى، أما مع العقوبات فإنه من شبه المستحيل نفسها. وسياسيا أن تتراجع عن قراراتك وتقول فلنفتح أنابيب نورستريم اثنين أو سنتخلى عن العقوبات لأن هذا مستحيل سياسيا أي اتخاذ هذه الخطوة الرمزية ثم التراجع عنها لذلك أعتقد أن العقوبات طريقة سيئة لشن حرب العقوبات دكتور لوجلاند كما تعلم أكثر من هي أداة من أدوات الدبلوماسية تستخدم واستخدمت في السابق في مرات عديدة أحيانا كانت لها يعني اثار واضحة، احيانا لم تكن فعالة بالشكل المطلوب، في حالة نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا كما تذكر جيدا، العقوبات والمقاطعة وكل هذه الامور كانت فعالة واحدثت وغيرت النظام في ذلك البلد، على كل حال هذا هذا وضع مختلف، دعني اعود الى المنطلق الذي تنطلق منه في تحليلاتك وفي استنتاجاتك حول هذه الحرب، انت تنطلق بشان هذه الحرب من فرضية أو نظرية تقوم على الحقيقة والوهم فيكشن اند هذا هو ما تستند إليه في هذه التحليلات، دعنا نستمع إلى مقطع من مقدمة المحاضرة التي قدمتها قبل حوالي ثلاثة أسابيع في أمستردام، ثم لا أعود لأسألك عن هذا الموضوع المثير للجدل بالنسبة للكثيرين، لنستمع. is <applause> أوكرانيا أكذوبة البوسنة أكذوبة كوسوفو أكذوبة كوفيد أكذوبة الاتحاد الأوروبي أكذوبة دكتور لوكلاند أوكرانيا أكذوبة البوسنة أكذوبة كوسوفو أكذوبة كوفيد أكذوبة الاتحاد الأوروبي أكذوبة يعني كل هذه القضايا بالنسبة لك أكاذيب أو أوهام غير موجودة حالها إذا تحدثنا عنها فيما يخص البوسنة وكوسوفو وأوكرانيا هذه أراضٍ تبدو بأنها دول ذات سيادة ولكن الحقيقة أنها لا يمكن أن توجد من دون الوجود العسكري الغربي في حالة البوسنة الأمر واضح كان من المنطقي انهيار البوسنة حين انهارت يوغوسلافيا ولكنها قائمة فقط بسبب الوجود العسكري والمدني الدولي الأمر ينطبق على كوسوفو والتي لم تكن لتستقل لولا هجوم النيتو على يوغوسلافيا والتي حتى دستورها يعترف قانونا بوصايه الناتو والاتحاد الاوروبي على كوسوفو اوكرانيا بطبع حاله مختلفه لانها دوله اكبر ولكن اذا تحدثنا عن الهويه والقوميه الاوكرانيه فهي متنوعه اوكرانيا تشبه ايرلندا اكثر من بولندا واعني جزيره ايرلندا المنقسمه الى النصفين. اوكرانيا لديها قوميتان او اكثر ولكن في الاعوام الثمانيه الاخيره وخاصه منذ 2014 وحتى منذ 2004 تاريخ اول ثوره برتقاليه جعلت نفسها وكيله ودوله تخدم الامريكيين الذين منحوا عشرات المليارات من الدولارات ووعدوا بعشرات المليارات من الدولارات اثناء الحرب ومنحوا عشرات المليارات من الدولارات منذ 2014 اصبحت وكيلة او اداة والتي هدفها الحقيقي ليس تجسيد مصالح والحياة الطيبة <applause> للشعب أو الشعوب الأوكرانية ولكن لتعمل كأداة ضد روسيا ولهذا أقول إنها أكذوبة لا يعني هذا عدم وجود شعب أوكراني فهم موجودون ولكن البلد جعل نفسه وكيلا للولايات يعني المتحدة في حربها ضد روسيا لوكلاند إنو هذه دولة مصطنعة هذا ما أفهمه من مما تفضلت به حتى الآن ولكن هذا ينطبق على الكثير من الدول ليس فقط اوكرانيا ولا كوسوفو ولا البوسنة، ينطبق على الكثير من الدول بما فيها دول في في منطقه الشرق الاوسط، هذه الدول لم تكن موجوده، جاء السيد سايكس والسيد بيكو ووضعوا هذه الحدود بين هذه الدول واخترعوا هذه الدول، وبالتالي اوكرانيا وكوسوفو والبوسنة ليست الوحيده التي وجدت بهذه الطريقه. أجد من الصعوبة بمكان العثور على ما يوازي مثل تلك الدول في الشرق الأوسط وربما أنت أعلم مني بالأمر ولكن ليس هناك الكثير من الدول التي تلعب دور الوكيل لدول أخرى ربما في العالم العربي الناس يعتقدون أن إسرائيل تلعب دور الوكيل للولايات المتحدة لست متأكدا ويمكن الجدال هنا وطبعا هذا ما يثار في الدوائر المعادية للاستعمار نعم ربما هناك أمثلة أخرى ولكنني ذكرت تلك الأمثلة ثلاثة أوكرانيا والبوسنة وكوسوفو لأنها هذه الاراضي الثلاث شن فيها النيت حروبا وهو يشن حربا حاليا في حاله اوكرانيا ولذا لهذا فهي مهمه انها مهمه في اطار سياسه الغرب ساعود للحديث عن الحرب وعن مستقبل هذه الحرب واهداف الرئيس بوتين قبل ذلك دعنا ننتهي من مساله الحقائق والاكاذيب انت تقول كوفيد فيروس كورونا هو ايضا وهم اكذوبه كيف كيف هذا الكوفيد و... <applause> هناك جدل كبير قائم بعد الاغلاقات بشان ما اذا كان كوفيد خطيرا وكل الناس آه اللي ماتوا ملايين العالم الذين ماتوا بسبب هذا الوباء يعني اكذوبه ايضا؟ أه الجدل، الجدل يتضمن ايضا اراء اولئك الذين يقولون انه تم تضخيم اعداد الوفيات آه، انت تؤمن بهذه بنظريه المؤامره فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ نعم نعم اعني اننا لا ندري في مثل هذه الاوضاع ما اذا كان الامر مخططا له مسبقا، هناك بعض الادله هناك البعض ممن استعمل الاوبئه كلعبه حرب، ثم قالوا ان الرد على لعبه الحرب هو بزياده السيطره على المجتمع، اذا هناك امثله هناك ادله لا شك فيها مثل النموذج الصيني ونظام القرض الاجتماعي الذي اعجب به اشخاص مؤثرون في الغرب وحتى في العالم، اي فكره ان تحصل على نقاط لكونك مواطنا جيدا وتسلب منك نقاط اذا لم تكن كذلك، كل هذه الامور موجوده. انا انا لا اؤمن بالضروره ان بدايه الوباء كانت متعمده ردا على سؤالك ولكنني اعتقد بانه تمت المبالغه والرد على الوباء كان مفرطا وأتى بنتائج عكسية وقبل كل شيء كانت أزمة تم استعمالها لفرض مستويات من السيطرة على حياة الناس والتي تتنافى مع القيم التي نؤمن بها نحن الأوروبيين إنه منافل للقيم الأوروبية إذا لم تستطع الذهاب لدفن أمك أو مقابلة أصدقائك وغيرها هذه الأمور متشددة للغاية مفهوم اساسي يعني في في نظريتك وهي السيطره كنترول انت يعني تعتقد انه هذا هو الهدف النهائي من كل هذه المسائل سنتوقف مع فاصل قصير دكتور لوكلاند اعود واتابع معك الحديث عن الحرب الروسيه على اوكرانيا والاهداف من ورائها ابقى معنا قصير نتابع بعده هذا الحوار في حلقه مواجهه هذا الاسبوع مع الدكتور جون لوكلاند ابقوا معنا اهلا بكم مشاهدينا من جديد في حلقه هذا الاسبوع من مواجهه وضيفنا في هذه الحلقه الدكتور جون لوكلاند الاستاذ المحاضر في التاريخ والعلوم السياسيه ورئيس المنبر العالمي للديمقراطيه. دكتور لوكلاند انت تقول ان الحروب ومنها الحرب الحاليه حرب روسيا على اوكرانيا هي اداه او وسيله للتحقق من الاكاذيب. لنستمع الى هذا المقطع من نفس المحاضره التي القيتها في امستردام ثم اعود لاسالك عن هذا الموضوع. ما يحدث في الحرب الأوكرانية هو صراع بين الأكاذيب والحقيقة هذا هو ما تفعله الحروب فهي نوع من وسيلة تحقق من الأكاذيب أشبه بلحظة تنفجر فيها الحقيقة على أمل تدمير الأكاذيب والأوهام المتنوعة التي تم اختلاقها إذا دكتور لوكلاند أنت تقول أن هذه الحرب جاءت لتكشف أكاذيب ما الذي كشفته هذه الحرب الروسية على الأوك... على أوكرانيا حتى الآن على الأقل؟ ماذا كان السؤال عفوا؟ أنت تقول أن الحروب هي تأتي لتكشف بعض الأكاذيب وهذه الحرب واحدة منها ما الذي كشفته حرب روسيا على أوكرانيا حتى الآن؟ اهم اكذوبه ادت لهذه الحرب والتي هذه الحرب ربما ستحلها او لا تحلها هي ان الناتو والولايات المتحده وحلفائها الاوروبيين هم الضامنون للنظام العالمي ولهذا غزت روسيا اوكرانيا هذا هو الامر ببساطه روسيا غزت اوكرانيا لانه منذ 2007 على الاقل حين ألقى الرئيس بوتين خطابه الشهير في مؤتمر ميونخ للأمن حين أبدى معارضته لهذا العالم ذي القطب الواحد منذ ذلك الوقت وحتى قبله الناتو عرض نفسه بأنه الضامن للنظام العالمي الناتو في كل وثائقه تحدث وعلى مدى سنوات وحتى في تقرير المفهوم الاستراتيجي الذي نشره قبل أسبوعين تحدث بأنه الضامن للنظام العالمي المبني على القانون وما رفضته روسيا والعديد من الدول الأخرى وخاصة الصين رفضوا قبول ذلك هو أن الناتو هو القيم على النظام العالمي القيم على النظام العالمي ليس الناتو ولكنه الأمم المتحدة وفقا لميثاق الأمم المتحدة ووفقا للقانون الدولي ولهذا نفذ صبر روسيا وروسيا رأت أن الغرب إذن ضعيف إذن ما تقول دكتور لوكلاند أن كل الذرائع التي سمعناها عن أسباب هذه الحرب أسباب هذه العملية الخاصة كما يسميها الرئيس بوتين اجتثاث النازية والدفاع عن الأوكرانيين من أصول روسية وكل هذه الذرائع لا مكان لها الهدف الوحيد كما تقول هو أن الرئيس بوتين كان يريد أن ينهي نظام القطب الواحد هذا هو السبب نعم بكل تاكيد لا اعتقد بان هذا كان ذريعه فحسب نعم كانت هناك مخاوف حقيقيه وليس هناك شك في وجود النازيه في اوكرانيا ولكن اعتقد ان الصوره الكبرى هي في انهاء العالم ذي القطب الواحد هذا على الاقل من منظور الغرب الغرب يرى اوكرانيا كمحور وكامتحان مهم جدا اذا ابعدت روسيا من اوكرانيا فوضع روسيا كدوله عظمى سيضمحل وبالعكس اذا استطاعت روسيا ان تحافظ على اوكرانيا علي الاقل كدوله محايده فوضعها كدولة عظمى سيتعزز. إذا نعم، أعتقد ذلك. وذكرت لك خطاب بوتين في ميونخ عام 2007. تسلم بوتين السلطة في 2000 بعد برهة من حرب كوسوفو ومهاجمة الناتو ليوغوسلافيا. ونظر الروس إلى ذلك آنذاك على أنه إهانة كبيرة. أولاً لان الغرب كان يتحرك بعدوانيه وثانيا لان يوغوسلافيا كانت حليفا تقليديا او على الاقل السرب كانوا كذلك وايضا لان الروس تم طردهم من مطار بريشتينا وتحدث الان عن احداث جرت قبل اكثر من عشرين عاما اذن بوتين جاء الى السلطه في ذلك الوقت الذي تعرضت فيه روسيا لاهانه قاسيه جدا وطبعا هو لن يبقى في السلطه الى الابد لقد قضى فيها قريبا من خمسه وعشرين عاما واعتقد انه مثل الزعماء الذين قادوا دولهم لوقت طويل يريد ان يترك ارثا تاريخيا وليس هناك شك في ان قضيه العالم متعدد الاقطاب هي شيء يقلقه ويقلق النخبه الروسيه كثيرا هناك يعني قناعة لدى البعض بأن الرئيس بوتين أيضا من بين أهدافه في في غزو أوكرانيا هو طموحاته في توسيع أو استعادة أحلام الإمبراطورية الروسية هذا ما يقوله البعض في الغرب هل تعتقد أن هذا السبب دفع الرئيس بوتين للقيام بهذه المغامرة؟ well, yes, in the sense that, uh, نعم مرة أخرى من المنظور الغربي أو من المنظور الأمريكي وهذا يبدو واضحا جدا من كتابة بريجينسكي مستشار الأمن القومي الأسبق أوكرانيا تلعب دورا محوريا في منع روسيا من أن تصبح إمبراطورية وما يعنونه من مقولة منع روسيا من أن تصبح إمبراطورية هو أنه تلعب دورا محوريا في منع روسيا من أن تبقى دولة عظمى لا أعتقد ان روسيا ستستعيد الحدود التي كانت لديها في 1917 حين كانت تضم بولندا ودول البلطيق وايضا فنلندا بالطبع ولكن نعم اعتقد انها ستعيد انشاء التفوق الذي خسرته روسيا في الاعوام الاخيره البعض قد يفهم من كلامك دكتور لوجلد ومن الاستماع لمحاضراتك بانك تدافع او على الاقل تبرر الحرب الروسية على أوكرانيا هل هذا صحيح؟ أنا دائما حاولت فهم الموقف الروسي هل أنت مع أو ضد الحرب الروسية على أوكرانيا؟ أنا لست ضدها أنا ضد ما وصلت إليه الحال كان من الأفضل أن لا تصل إلى هذا ولكنني آه لن أقدم تنديدا بكل بساطة أنا لا أؤمن بتنديد من أنا حتى أندد لا ولكن هناك دولة دكتور لوغلان هناك دولة استخدمت القوه العسكريه لغزو دوله اخرى ذات سياده نعم. هل انت نعم. تدافع عن هذا نعم, الوضع؟ نعم. و... والعديد من الدول الغربيه فعلت شيئا هذا... ذاته نتذكر جميعا كل الامثله ولكن في حاله الغزو الروسي لاوكرانيا هل تؤيد ام تعارض هذا الغزو انا ربما اؤيدها أنت تؤيد بمعنى الحرب الروسيه على اوكرانيا اعتقد ان الناتو خطر على السلام العالمي والناتو هاجم العديد من الدول في الماضي والناتو وضع نفسه كما قلت على انه الضامن للنظام العالمي وخلق الكثير من التوترات مره اخرى اقول كنت افضل ان لا تغزو روسيا اوكرانيا وان لا تكون هذه الظروف موجوده انا اسف ولكن هذا حال العلاقات الدوليه والامر لا يتعلق بروسيا فحسب كنا نتحدث عن عالم متعدد الاقطاب ورأينا الصين وروسيا تظهران نفسيهما كحليفتين، الهيمنه الامريكيه في العالم تصل الى نهايتها امام اعيننا. الهيمنه الامريكيه ستنتهي بسبب هذه الحرب، هذا ما تقوله. نعم، نعم. اعتقد ان حرب اوكرانيا ستسرعها، ستسرع مسارا كان جاريا لبعض الوقت. الجميع في المنطقة هنا يعلمون ان الامريكيين كانوا يريدون اسقاط النظام في سوريا واخفقوا، وروسيا بمجيئها الى سوريا في 2015 لعبت دورا كبيرا في ذلك الاخفاق، ورأينا ايضا طريقة الانسحاب من كابول في 2021 في الصيف الماضي، ويمكن ان نرى حتى شخصية جو بايدن مع سنه وعدم قدرته وما يسميه البعض بالخرف، كل هذه الامور رموز للواقع والذي هو ان الهيمنه الامريكيه ظلت قائمه منذ 1945 وفي تاريخ العالم التغيرات الكبيره تحدث في حياه المرء. اذا نحن نتحدث عن 75 او 80 سنه منذ اقامه هذا النظام وهذا النظام يشارف على نهايته. البعض دكتور لوجلاند من منتقديك يصفونك بانك النسخه الاوروبيه من ستيف بانن المخطط الاستراتيجي السابق للرئيس السابق دونالد ترامب الذي أدين بالمناسبة في المحاكم الأمريكية. هل أنت نسخة من... هل, هل أنت يعني من نفس نمط التفكير للسيد ستيف بانا ؟ اعتقد أ... لا اود الحديث عن ستيف بانون ولا اعرف ما يؤمن به اعلم بانه يؤمن ببعض الاشياء التي اؤمن بها انا ايضا حاولت دائما ان ادافع عن الدول القوميه الدول القوميه الديمقراطيه انا معارض للعولمه معارض لمنح سلطه كبيره للنخبه العالميه وهم قد اصبحوا اقوياء اكثر فاكثر ولكن قبل كل شيء احاول ان اراقب وانا الان اراقب ما اؤمن بانه تغيير تاريخي عالمي يجري الان تحدثت عن بريجينسكي وقلت هذا في امستردام قال بريجينسكي إذا تمكنت روسيا والصين وإيران من إنشاء تحالف ضد الهيمنة الأمريكية فذلك سيعني نهاية الهيمنة الأمريكية وهذا ما نشهده اليوم الغرب الذي يعاني من الضعف اقتصاديا وليس قويا عسكريا رغم ميزانيته الضخمة وهو يفقد سيطرة على الأراضي في أوراسيا والذي حاول سيطرة عليه منذ سبعين أو ثمانين عاماً على كل حال سننتظر لنرى الحرب مازالت مستمرة دكتور لوكلاند وربما يكون لنا لقاء آخر بعد فترة لنناقش نتائج هذه الحرب شكرا جزيلا لك الدكتور جون لوكلاند الأستاذ المحاضر في التاريخ والعلوم السياسية ورئيس المنبر العالمي للديمقراطية شكرا على وجودك معنا بهذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من مواجهة الأسبوع القادم مواجهة جديدة مع ضيف جديد إلى اللقاء